وخليني بقى اروح معاكي كده لتفاصيل اكتر الرياضه يعني. انت شايفه مستوانا في الاهلي لحد دلوقتي ايه من وجهه نظرك؟ ايه اللي بينقص؟ ايه اللي بيميزنا عن مثلا نوادي اخرى؟ وازاي كمان فكره هنا ان احنا عالميا ناخد مراتب اعلى يعني؟ وعايز اعرف كمان معلش هو سؤال مركب شويه بس ايه اكتر الدول اللي هي واصله لرانكينجز كبيره في اللعبه دي؟ هو عامه اكتر الدول اللي وصل رانك نمبر 1 يعني هي اليابان يعني هي اساس اللعبه فيها صحيح. اليابان واحنا برضو واخدين وضعنا برضو في بطولات بره يعني احنا لما بنسافر بره بطولات دوليه يعني اسمنا بيبقى واخد وضعه كويس. يعني احنا لاعب مصر الماتش ده تقيل. بالنسبه بقى النادي الاهلي طبعا هو اللي يميزه الاداره القويه بتاعته ان احنا دايما يعني زي ما بيقولوا كده يد واحده يعني دايما نبقى في مركب واحده هنكسب كلنا هنخسر كلنا مفيش حد بيأثر في اي حاجه عشان المنظومه تكتمل يعني تعلى. برافو عليكي صح. بس هو ده والجمهور بقى انت لا والجمهور طبعا. طب كلمينا بقى عن يعني الاستعدادات وتصفيات بطوله العالم. هي بطوله العالم اللي انا لعبتها كانت 2017 كان ساعتها الاستعدادات كنا معسكرين دايما في المنتخب ثلاث تمرينات في اليوم مثلا ممكن نصحى الفجر نروح نجري في الرمله بعد الظهر عندنا مثلا تمرين كاتا ممكن نديها تمرينتين تاني بالليل يعني كنا بنتمرن اكتر حوالي 8 ساعات في اليوم وكانت اقامه بقى كل التيم قاعد مع في نفس المكان عشان ما نفصلش طبعا والدراسه برضو كنا بنحاول نوفق بين الحاجتين يعني عشان ما يبقاش في تاثير كنا ساعتها في الدراسه يعني مهمه مش سهله برضو بالذات لما يكون التمرينات كتير بالشكل ده ومكثفه للدرجه دي. ايوه هي مسؤوليه كبيره قوي على اللعيبه وعلى المدربين وعلى المنظومه كلها الموضوع يعني بيبقى نفسيا وبدنيا وكل حاجه بس الدنيا بتمشي يعني وربنا بيسهلها.